وأنا وهم أكاركن أرين تاسين أيه وتوا أرين أكو صوت دقدقت دولت دم جامن ساي إن ملاكنكو لأنه وحوي يدلكو حكاك هو من الصومال الصومالنا دي الصومالية إن الدين عقوله ترافته وقت كان مهم ما دام هذا لابد الدين عقول حبليان ما كان واحد وارق ما يستيد ما كسم يستيد ما يستيد ما يكون هاي شو جون يكون هاي مجمع سايق جون يستيق الصومالنا يحي تعود هذا لابد الصومالنا دي الصومالي وحوينا دم سام وارقنا إن سياسة دي لابد وضعها دول تركها تسوي صوحي رنتي هذا هل كان له قرأ الصومالي أهل الصومالي ذكر حجريسا تسوى عواقب حمو كنت من دولة الصومالنا مسؤولية ده اللي راح يدمنستريش كم مدحمين محمد سيراي. لكن محد مسؤولية ده أصارس. شرعي وزير كريم هذا بده ورئيسي عن الله لأن أي واحد وش جاي إن أمريكان كل جهين لما شقين الناس أو أن لجهين إن قد يدوا ده أنا أقولين. لكن وصول ده ويرنتي ويري هدي بقى أي سومالي وحلقة بنايا أمانك وحلقة بنايو. وطبعا دائما محمد كل إلا جارديا ده كل جارديو. ما هذا سياسة دقرة إنه خوف التليفون سيتها وسكت شوابه معها. فيصل لكن سو السجى معه إنك مسؤول كهاي وزارة عريمه هدي بده أقابل سنة. مسؤول حوي هو إنه داكس كريه وهم وبارا سيقتذ إذا وبارا معه إنه سكها من أم التليفون كوارنا وكل من المريا معها وأهين قرن أهين تاني وأهين الآن إن ده لغير سن كريم الدولد مجرم زي المريخ والسياسة دي سو ما كل معاني سب بده شيء. وأرين عبد إن مجانا ساي أرين يكون دكتور وحيله وين وينسا لما عامل كي أدون كي لما عامل هالسومان لان مرة هذا سوبر باور كي أدون كا وأرين تقول رغاي وحن فيلي يعني كوي كرينا لما عامل كرينا وضلا صغير فعام وحن أرين تهاد تاعين تروحوي أرين أنا كوه لين إن أنت كذب بيسنا كوما هالين ناس إن دولدا فيرايو أرين ما هالسومان لان وحن تلوين كلام كجارد من إن شاء الله تعالى لأنه أرين خطرة نوصل صوتها. مسؤولية دادو صار يصل لها ذا هاي الدولة ده كمسؤولة وحاسي ما هي قبلا هايين بعد سلها ذا هاي أو قبلا أنت الدولة أنت الله أنت الدول كان يتمي إيه أنا ما هدي بده ويك سياحتي ويشوق ويشوق ذي أوي رات الراقي سومنا لوجود هني جون استاجا حرير كي أن أدون كأفريقيا قبلا هن ويا راضي إيه وسارة خارج وهل قف أقول كود لسنتاي وأني كا أدركته إسكت جوابي يكيم وشي أن نشوف كيس فهم بوي مركا وأنا أركني إنه يحس بدلين ما كان المكان وأدونك آت بنا مرة بكن أدونك كله هذا يقول سجل سومنا برلين ويكون واحد كفاية مع إنه إلي أبسيه واحد مرفوع واحد لقيت تجاو كلا عن كهرب ليه وحنا أرين تاكين توحوي وانستريش جا ما أنت تاجن وأنا وحنا أركين القضية دي ومدة سومنا نيل قدعي أرين تلو ما أنت تاجن تين تشي للجلو سيدي أرين سومنا يعني لو بتبادلها. فايسل محادث لا هذا هو وذا تشي ولا جوسو كوردين كرا أو أدا دوش أدا توريسا أديكو إنت أسو جامياش الصومال لان وات كامي ده هيد إنت أسو سنة وسو تاج نيد إن مدتوري لبعض تنسرع أو إنت أسي الددال لو ودين وحبل لو مجارين مركا محاد هذا ده تقوه أدا ينسا أدا ما هو حوي أنا ومركا أيو دولت نتمي وحنو تاج نيد أدون كوحنو تاج نيد معامله في عام إن دور شذا مدحينا كبعدي أمبارا ما في جديد فاكتور ستيت أمبارا كونيشن ما في نبي نو تاج نيد wixii noo wala gatay ee waxa la bilaabay in Soomaaliland magaalada saay hadalkaadkeedii iyo qadiyadeedu dhan adduunka laga jiro in hadda scholarship in la hadno hadli jiray adduunka laga joojiyo waxana waa signal laga helay mu arkay administration-ka maanta taagan in markaa waxa weeye arintan ay ku halayn mayno arinta Soomaaliland maanta dawladda maanta taagan maxaad awood u leedahay Faisal ku halayn mayno ayaad leedahay iyaga dawladdi la doortay oo meesha ka taliye mar haday qadiyada Soomaaliland taagan tahay cid awood kale u leh ma jirto waa arin qaran waan mutaalimiinta iyo waan isku yeedinaa shir baan ka gelinaa waan arintan Soomaaliland shir weyn baa laga yeelanaya badbaadada Soomaaliland dhamaan loo taagan yahay mar dambe dadka been lagu seexin maayo waa inuu isyeesha ficilkii afka dawladda taagani qadiyada Soomaaliland isma leh midan dual traga aad sheegtay wasiirku waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid dhaqaalaha iyo dhinaca gargaarka caalamiga la siiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu kala qaybin jiray oo siyaasadaan shaqo ku lahayn way ku tilahayd siyaasadu way ku lahayd anaga waxa iyaga Soomaaliya Mareykanka si toos ah u macaamili jirnay si toos ah state department uu la tagi jirnay sidoo kale qadiyada lagu soo bandhigi jirnay maanta laakiin waxa uu eegtay arintii loo kala dhigay oo la yiri waa arintu Soomaali u taala fudi waxaan u aragnaa fursad bay ahayd aan mala abriyaha Soomaali waqti dheer ugu dambeeyay in aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wakhtigiisu ay
ay dhalo kulmaan oo galaan oo lagu qaabilo waxaan u arkaa fursada sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen inaanay uga faa'iideysan ay si khalad ah uga faa'iideysteen oo de xil ku jiro waxay ahayd dal burbursan bay ka yimaadeen inay codsadaan in wax lala qabto waxa kale ahayd inay codsadaan in goobaha nabadda ah ee Soomaaliland ka mid tahayna in la taageero waxa kale ahayd inay codsadaan inuu qayb kala qaato dowladda Mareykanku in Soomaali laysu keenkeeda iyo wadahadalkeeda sidii uu u sii socon lahaa khaasatan Soomaali iyo Soomaaliland wadahadalkeedu sidii uu u sii socon lahaa inuu qayb ka qaato waxaad moodaa fursadaas sidii la rabay inaanay uga faa'iideysan ay uga faa'iideysteen waji xin ahoo ah annagana aqoonsiguna waxba u tari maayo qof ee aan gacantaba ku hayn meeshii uu maamuli lahaa aan gacanta ku hayn marka taasi waxay u muuqataa inaanay fursadii aanay ka faa'iideysano marka Soomaali maamulkeedu wuxuu uga faa'iideystay la kulanka dowladda Mareykanka waxay uga faa'iideysteen xino waxay lahayn Soomaaliland labada indhood ka rid annagana in naga rid marka adinku ka Soomaaliland ahaan aqoonsigan hadda la aqoonsaday dowladda Soomaaliya muxuu dhimayaa wadahadaladii idii socday adinka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ma waxaad u arkaysaan inuu wadahadaladii aqoonsigani caqabad ku yaho ay dhibaato ku timaado wadahadaladii burburaan maya runtii Soomaalida maamulkeeda walba waa la aqoonsanaa oo annagana lama aqoonsanayn laakiin waxaad moodaysay inay ku yara jirtay waxoogaa maamulada kale sida Soomaaliland oo maamula Puntland oo yala maamul goboleeda Soomaaliland oo dal madax banaana in ay waxoogaa tahdiid ku yara jiray oo dee yara tahdiid oo ay ahayd waxa weeye ciddan oo keliya aanu aqoonsan lahayn iyadoo aan la eegin xuquuqdii dadkii kale ee dee wax dhistay ee muddada badan soo shaqaynayay ee maamulka lahaa iyadoon la eegin ayaa waxaad moodaysaa ay dee waxoogaa tahdiid uu ku jiray.